بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس السادس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة لأن الله ذكر فيها عشرة حقوق يجب على العبد، يجب عليه أن يقوم بهذه الحقوق. والآن ينادون بحقوق الإنسان، الحقوق التي للإنسان، ولا يذكرون الحقوق التي على الإنسان. لا أدري كيف يغفلون عن هذا. نعم الإنسان له حقوق في حدود المشروع ولكن عليه حقوق أيضا، فلماذا لا يذكرون بها ويحثون عليها؟ هذه الحقوق أولها حق الله سبحانه وتعالى، هذا أول الحقوق يجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا لم يقم بهذا الحق لن تنفعه بقية الحقوق
فلا بد أن يقوم بهذا الحق أولا، وهو حق الله سبحانه وتعالى. حق الله ما هو؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففرح بذلك معاذ رضي الله عنه وقال: ألا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. في رواية: دعهم يعملون. وهو هذا في أول هذه الآية: واعبدوا الله. والعبادة هي التذلل والخضوع لله مع المحبة لله عز وجل، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذه هي عبادة. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة، فليس الإنسان متروك له أن يعبد الله على أي طريقة وعلى أي صفة، لا، لابد أن يعبد الله بما شرعه الله عز وجل، ولا يبتكر عبادة من عنده أو يجتهد أو يقلد الناس في ذلك. المرجع إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء: العبادات توقيفية، بمعنى أنه ليس لأحد أن يعبد الله إلا بموجب الكتاب والسنة، لا بحسب هوى ولا بحسب تقليد فلان أو علان. عبادات توقيفية. وانظروا إلى قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقتصر سبحانه على قوله واعبدوا الله، بل قال: ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة إذا داخلها شرك بطلت، فلا بد أن يخلص العبادة لله عز وجل، ولا يعبد الله ويعبد معه غيره كما عليه المشركون في الجاهلية وعليه عباد القبور اليوم، الذين يكثرون من عبادة الله ليلا ونهارا، ولكنهم يعبدون الأولياء والصالحين ويستغيثون بالأموال ويذبحون لهم وينذرون لهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله جل. هذا باطل، فلا بد أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، فلا تعبد معه غيره، لا صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا قبرا ولا وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين
العبادة حق لله عز وجل. وقوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو معنى لا إله إلا الله تماما، لأن لا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات، نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله. وهذه الآية كذلك أثبتت العبادة لله واعبدوا الله، ونفت العبادة عما سوى الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا كلمة شيئا عامة لكل شيء، لكل شيء، فلا يعبد مع الله شيء من الأشياء، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا من الأشجار والأحجار ولا من القبور، لا يشرك مع الله أحد ولا تشركوا به شيئا. هذا الحق الأول. الحق الثاني حق الوالدين، بعد حق الله جل وعلا حق الوالدين. وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا بجميع أنواع الإحسان، من الكلام الطيب وطاعة الوالدين في غير معصية الله والنفقة عليهما وإرضائهما، هذا من الإحسان إلى الوالدين، لأن أعظم محسن من الخلق عليك هو الوالدان، فحقهما بعد حق الله جل وعلا للوالدين إحسانا، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكل آية يأتي فيها ذكر حق الله في الغالب يأتي بعدها حق الوالدين، كقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، حق الوالدين عظيم لأن إحسانهما على الولد عظيم أيضا، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربياك صغيرا فأحسن إليهما إذا كبرا، مقابلة للإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا أن يحسن. كان رجل يطوف بالكعبة ويحمل أمه على ظهره يطوف بها، أمه كبيرة أو مريضة لا تستطيع المشي، فكان يحملها ويطوف بها. فرأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا ابن عمر هل تراني قد كافأتها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفراتها، ولكنك محسن، الله يجزي المحسنين. في الحديث لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه،
ليكون حرا بعد العبودية. حق الوالدين عظيم، والآن كثر العقوق، تمرد الأولاد على والديه ولا يرون لهما حقا، فربما يحصل القتل، يقتل الولد والده، وهذا من قسوة القلوب ومن التأثر بالحضارة الغربية التي ليس فيها حقوق للوالدين عندهم. فنشأ العقوق اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما فشأ الشرك بالله عز وجل. وبالوالدين إحسانا. الحق الثالث حق القرابة، وهم الذين تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. جهة الأب كالإخوة الأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات. من تربطك بهم قرابة من جهة الوالدين بعيدة أو قريبة فهم ذو القربى، أي أصحاب القرابة. وذي القربى، أي وأحسنوا لذي القربى، فالأقارب لهم حق، حق الصلة، ولا تجوز القطيعة، قطيعة الأقارب. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الرحم توجب لعنة الله على القاطع، يجب صلة الأرحام حتى وإن أخطأوا عليك فأنت تحسن إليهم، تحسن إليهم ولو أنهم أساءوا إليك، تؤدي الحق الذي عليك لهم وهم عليهم حقا يسألون عنه يوم القيامة. ولا يقول أحد أنا لا أصل رحمي إلا إذا وصلوني. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أنا هو الواصل. أما إذا لم تصل إلا من وصلت المكافأة ما لك فيها منه، لكن إذا وصلت ولو لم يصلوا هذا هو الدليل على الصلة التي أمر الله جل وعلا بها. وذي القربى. الحق الرابع واليتامى. اليتامى سواء من أقارب أو من غيرهم، واليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، لأنه بحاجة إلى من ينفق عليه، إذا لم يكن له مال بحاجة إلى من يربيه، بحاجة إلى من يدافع عنه لأنه ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه. وإن كان له مال فإنه يوفر له ماله ويحفظ له، يحفظ له ماله حتى يبلغ ويدفع إليه ماله. واليتامى
والمساكين أي وأحسنوا إلى المساكين. المساكين جمع مسكين وهو الفقير من الناس، فقير الذي ليس له مال أو عنده مال قليل لا يكفيه، هذا بحاجة إلى أن يعطى ما يكمل له مؤونته. سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه، الفقر أسكنه، فهو بحاجة إلى من يساعده ويحسن إليه. ثم قال والجار، هذا من الحقوق، حق الجار على جاره وهو المجاور في السكن، المجاور لك في سكنك يسكن إلى جانب بيته، جانب بيته أو بيته قريب من بيته ولو لم يكن ملاصقا، الجوار قد يكون بعضهم أبعد من بعض، كلهم له حق، ولكن القريب من الجيران آثم من غيره. والجار ذي القربى، الجار الذي هو من أقاربه هذا له حقا، حق الجوار وحق القرابة. والجار ذي القربى والجار الجنوب، الجار الجنوب هو الذي ليس من أقاربه، جار لك بيت بجانب بيتك وهو ليس من أقاربك، هذا له حق الجوار أن تحسن إليه، أن تكف الأذى عنه، أن تساعده، هذا حق الجار. قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني للجار حتى ظننت أنه سيورثه، فحث الجار عظيم. والجيران يجب أن يعرفوا هذه الحقوق فيما بينهم، كل حتى ولو أن جارك لم يقم بحقه أنت تقوم بحقه عليه، ولو لم يقم هو بحقك عليه أحسن إليه، أحسن الجوار بكل أنواع الإحسان من قول أو فعل، وكف عنه الأذى، لا يحصل منك أذى بجارك أي نوع من الأذى، كف أذاك عنه. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. قال يا رسول الله من هو؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن خيانته، هذا نقص في إيمانه، نقص في إيمانه، دل على أن الإحسان إلى الجار من كمال، هو واجب وهو من كمال الإيمان. والجار الجنوب، والصاحب بالجنب، قيل المراد بالصاحب بالجنب الصاحب بالسفر، إذا سافرت أنت واحد فأحسن إلى صاحبك بالسفر. وقيل المراد به الزوجة، صاحب الجنب الزوجة، وقيل المراد به الصديق مطلقة، الصديق مطلقة، هل الصاحب بالجنب أحسن إلى صديقه، سواء معك كان معك في السفر
أو كان امرأتك التي تسكن معها أو صديقك مطلق أحسن إليك صاحب للجمع. وبالنسبة لي المراد ابن السبيل قيل المراد به المسافر الذي نفدت نفقته او ضاعت او سرقت فبقي ليس معه ما يبلغه الى بلده فهذا له حق حتى في الزكاة يعطى من الزكاة وان كان غنيا في بلده فله حق من الزكاة بما يمضيه في طريقه إلى بلده. هذا ابن السبيل. وقيل المراد ابن السبيل الضيف الذي ينزل بك في طريقه وسفره ينزل بك وهذا يكون في القرى والبوادي فالضيف له حق أيضا. قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقيل المراد به ابن السبيل الغريب الغريب عن وطنه هذا ابن السبيل يحسن إليه في بلد الغربة ويواسى حتى يتسع ضيفه وحتى يطمئن. وعلى كل حال هذا عام لابن السبيل سواء كان مسافرا منقطعا أو كان ضيفا أو كان غريبا في بلد ليس هو من أهلها لأن الغريب له حالة في غربته فيحتاج إلى من يخفف عنه غربته. وبالنسبة الحق العاشر وهو الأخير وما ملكت إيمانكم وأحسنوا بما أو إلى ما ملكت أيمانكم والمراد بهم الأرقى المملوكين. إذا كان عندك عبد مملوك تملكه فأحسن إليه ولا تقل هذا مملوك وتسيء إليه أو تكلفه من العمل ما لا يطيق أو تجوعه أو تعريه أو ما أشبه ذلك أو تعرضه للمشاق هذا لا يجوز لك هذا محبوس عندك وهو إنسان له حق عليك أن تحسن إليه أن تطعمه أن تطعمه مما تطعم وأن تلبسه مما تلبس وأن تسكنه بما تسكن حق عليك ذلك. ويشمل هذا أيضا البهائم التي تملكها يشمل البهائم التي تحت ملكك أحسن إليها توفير العلف توفير الماء لها لا تحملها ما لا تطيق لا تشق عليها لأن لها إحساسا وإدراكا فأحسن إلى البهائم التي تملكها ولا تضيعها أو تقصر في حقها. وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم. ثم ختم الآية بقوله جل وعلا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذي لا يقوم بهذه الحقوق هذا مختال فخور
والله لا يحبه. قال فيه أن الله يوصف بأنه يحب وأنه يبغض وأنه يكره وأنه يسخط، من صفات الأفعال اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب من كان مختالا، والمختال هو المتكبر في نفسه الذي لا يحسن إلى والديه، لا يحسن إلى قرابته، لا يحسن إلى من يجب الإحسان إليهم، هذا مختال والعياذ بالله، متكبر مستغل بنفسه عن غيره بدعمه، وأنه ليس بحاجة إلى غيره، هذا مختال من الاختيال وهو الكبر. لا يحب من كان مختالا فخورا، فخور يفخر بنسبه، انا من قبيلة فلان، انا من الشرفاء، انا يفخر بنسبه او يفخر بماله او يفخر بجاهه او يفخر بوظيفته، انه وزير، انه مدير، انه كذا، لا لا يفخر بهذا، لا يفخر بهذا، بل يتواضع. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طيب من هو المختال الفخور؟ فسره بقوله الذين يبخلون، يبخلون بهذه الحقوق ولا يقومون بها، الذين يبخلون، ولا يكفي أنهم يبخلون، بل يأمرون الناس بالبخل أيضاً، ويقولون لا تضيعوا أموالكم، تكون فلان والفقير واليتيم، لا تكون أموالكم، احفظوا أموالكم، لا تتصدقوا، لا تخرجوا الزكاة، لا تخرجوا الحقوق المالية الواجبة عليكم، النفقات، احفظوا أموالكم، هذا بخل والعياذ بالله. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، نسأل الله العافية. حتى أولاده يبغضونه، حتى أولاده يبغضونه إذا كان بخيلا، فكيف بغيرهم؟ والله لا يحبه أيضا. إن الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وأيضا يكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمون ما آتاهم الله من المال، يكتمون ما آتاهم الله من العلم، فلا ينفعون غيرهم ولا يعلمون الناس، يكتمون العلم، فاتم العلم يلجم يوم القيامة بلجام من النار والعياذ بالله، لأن هذا العلم لا يخزنه أحد يحدثه عن الناس، بل ينشر علمه، يبلغ هذا العلم، ينفع نفسه وينفع الناس فيه، ويكتبون ما آتاهم الله من فضله من مال أو علم أو جاه، ينفع الناس في جاهه، يشفع للمحتاجين، توثق لهم في قضاء حوائجهم، آتاه الله جاها فينفع الناس في هذا الجاه، ويسمع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، شفاعة حسنة، ويسمع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، شفاعة إن كانت حسنة ففيها أجر، كانت سيئة ففيها إذن، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ثم قالوا أعتدنا، أي هيأنا والعياذ بالله، وأوجدنا للكافرين، كافرين بالله، الكافرين بالنعمة،
لأن الكفر قد يكون كفرا بالله، قد يكون كفرا بالنعمة. فمن أنعم الله عليه يجب عليه الشكر، أما إذا لم يشكر الله فقد كفر النعمة. وأعددنا للكافرين عذابا مهينا، يهينهم الله فيه يوم القيامة غاية الإهانة. شوف قابل الفخر والخيلاء والاختيار قابله للإهانة. هذا في الدنيا كان مختالا فخورا، كان بخيلا، كان كاتما بفضل الله، هذا يهينه الله يوم القيامة. أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأيضا الذين ينفقون أموالهم، بعض الناس يبخل ولا ينفق، بعضهم ينفق لكن في غير الوجه الصحيح. فالذي ينفق في غير الوجه الصحيح كسر البخيل أو أشد. الذين يبخل والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، لا ينفق المال تقربا إلى الله عز وجل، وإنما ينفقه ليمدح ويثنى عليه. وقد جاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجلا آتاه الله مالا فأنفق منه، فيقول الله له يوم القيامة ماذا عملت؟ فيقول يا ربي ما تركت شيئا تريد أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله له كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله، يؤمر به إلى النار. فالذي يتصدق، الذي ينفق يخلص النية لله وينوي بذلك تقرب إلى الله وأداء الواجب عليه والإحسان إلى الناس، لا يقصد بهذا أنه يمدح أو يثنى عليه، أن يقال المحسن فلان أو ما أشبه ذلك، فليكره هذا. حتى إنه يخفي الصدقة فلا تدري يمينه ما تنفق شماله من الإخفاء، حرصا على الإخلاص لله عز وجل. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، والرياء ما يرى، والسمعة ما يسمع. فالذي أصحاب الرياء والسمعة هؤلاء عليهم وعيد شديد. الذي يحب أن يسمع الناس قراءته أو يسمع الناس كلامه في الخير، هذا أيضا يسمع الله به يوم القيامة. من رأى الله به يوم القيامة، من سمع سمع الله به يوم القيامة فضيحة له. والجزاء من جنس العمل. هنا أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ما ينفقون الأموال إيمانا بالله وطلبا للثواب وطلبا للجزاء في الدار الآخرة، الله العافية. ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ينفقون أموالا طائلة ولا تقبل منهم لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر وهو يوم القيامة. ثم بين السبب، بين الله جل وعلا السبب الذي حملهم على الرياء وعلى عدم الإيمان والإخلاص في أعمالهم وإنفاقهم، بين السبب. فقال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، هذا بسبب
أن الشيطان صار قليلا لهم يسول لهم ويملي لهم ويزين لهم الرياء ويزين لهم السمع وحب الملك والثناء وينفرهم من الإخلاص وطلب الثواب من الله عز وجل. هذا الشيطان ومن يكون الشيطان له قرينا يعني هو إبليس وذريته والعياذ بالله. وقد يكون الشيطان من الإنس أيضا شياطين الإنس والجن. ومن يكن الشيطان له قرينا أي مصاحبا ومستشارا له فساء قرينا ساء هذا القرين قرينا له. وهذه كلمة لم هذه لم لهذا القرين. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الآخرة يعرف ضرر هذا القرين فيتمنى أن يكون عنه أبعد من المشرق والمغرب لما وجد من العواقب المخيمة بخلاف القرين الصالح والجليس الصالح فإنه يستفيد منه كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحليك يعني يعطيك من المسك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا هو القرين. إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم فكل قرين بالمقام يقتدي. إن كان القرين طيبا فإنك تقتدي به وإن كان سيئا فإنك تقتدي به. فاحرص على جلساء الخير وعلى جلساء الصلاح على مجالسة الصالحين مصاحبة الصالحين القرب من أهل العلم ومن أهل الصلاح والاستقامة وانفر من جلساء السوء ومن مجالس السوء. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه وارزق كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير. أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل نقوم ببعض الأعمال أعمال الصيانة والإصلاح لدائرة الحكومية دون أن نتقاضى منهم مالا على أن يقوموا بتسهيل بعض أمور المراجعات فنحن لا ندفع لهم مالا
ولا نخسر المال في صيانة أجهزتهم، هل يعتبر ذلك رشوة؟ نعم، هذا من الرشوة. إذا عملت عملا للموظف أو قدمت له هدية فإن هذا هو الرشوة، لأنك تريد أن الموظف يساعدك وينجز معاملة وما أشبه ذلك. نعم. تقول: هل تسقط صلاة الجماعة في عمن أكل ثوما أو بصلا، وهل يعتبر أكلها حرام؟ لا تسقط صلاة الجماعة، هي واجبة عليه، ولكن لا يذهب إليها لأنها يؤذي المصلين، فهو يخسر صلاة الجماعة، يخسر الأجر، وهي لم تسقط عنه، وإنما منع من أجل منع أذاه عن الناس، فيخسر صلاة الجماعة وأجر صلاة الجماعة، ويكون آثما بذلك. نعم. يقول: من كان مؤذيا لجيرانه هل يهجر اتقاء لشره؟ ينصح، كان مؤذيا لجيرانه انه ينصح ويخوف بالله عز وجل، لعله ان يتوب ولعله ان يتذكر. او بعض الناس ما درى، بعض الناس يسيء الى جيرانه وما درى، فينبه على ذلك ولا يكفي هجره. نعم. هل إعطاء القليل من الطعام أو المال لعمال النظافة في الفندق والموظفين يعتبر من الرشوة؟ إذا كان تعطيهم من أجل أن يقوموا بتنظيف محل هذا من الرشوة، لأن لهم راتب من الجهة التي يعملون فيها، يجب عليهم القيام بالعمل دون أن يأخذوا من الناس شيئاً. الذي لا يقوم بعمله وتنظيفه إلا إذا أعطي هذا رشوة، وأنت تساعده على هذا العمل الباطل فلا تعطيه. أما إذا نظرت إليه على أنه محتاج، رأيت عليه الحاجة والفقر وأعطيته لفقره، ما هو من أجل عمله، من أجل عمله عندك أو أعطيته لفقره، فهذا طيب. نعم. ما حكم من يأخذ حقوق الناس من الديون ولا يسدد، وإذا طالبوه خاصمهم وشتمهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا ولا. أموال الناس حرام على الإنسان، حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ أو يستدين من الناس ولا يسدد، وهو يقدر على السداد، هذا ظلم. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الواجب ظلم، إلا عرضه وعقوبة. والواجب هو الغني، واللي معناه المماطلة. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يلبس الجوربين إذا كان مريضا ويجد حرجا إن خلعهما فيشعر بالألم في قدميه؟ يلبس الجوربين لكن عليه فدية، لأن هذا محظور من محظورات الإحرام، فيجب عليه فدية، ويخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين المسكين نصف ساعة، أو يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم. نعم. فتاة جاءت مع والديها للعمرة، وأثناء الطواف حول الكعبة انتفض وضوءها واستمرت في الطواف بدون طهارة، وأكملت العمرة وتحللت، ما حكم ذلك علما بأنها لم تبلغ
إلا منذ فترة قصيرة، وقد كانت تجهل الأحكام ولا تعلم أن الطهارة واجبة في الطواف، ولا زالت في مكة. هذه ما أدت في العمرة، طوافها وسعيها وتقصيرها ما له قيمة، ما أدت في العمرة وهي باقية على إحرامها، فعليها أن تأتي إلى البيت وتطوف طواف العمرة، تسعى بين الصفا والمروة، تقصر من رأسها لأن العمرة باقية عليها، ولو كانت صغيرة صغير إذا أحرم وجب عليه أن يؤدي النسك، صغير كان أو كبير. نعم. تقول: أنا مقيم بمكة منذ 4 أشهر ولم أعمل، وتركت زوجتي وأولادي بدون مال، أما كفيلي فقال لي: اصبر لا تعود إلى بلدك ربما تجد العمل، فهل أكون ظالما لزوجتي وأولادي الذين تركتهم في بلدي؟ لست ظالما، أنت إن تريد العمل لك ولهم، تريد الاكتساب ولم يتيسر لك، انتظر حتى ييسر الله، وأنت معلور، أنت معلور في هذا إن شاء الله، حتى ييسر الله لك العمل. نعم. تقول: نرى الكثير يقبلون المصحف، فهل ثبت هذا في السنة؟ نعم، ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه يقبل المصحف، ألا مانع من ذلك؟ نعم. وما حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، إنما هذا شيء اعتاده الناس وصار كأنه سنة، وهو ليس بسنة، وليس من أحكام القراءة أن تقول صدق الله العظيم بعد القراءة، ما ورد هذا. نعم. هل يجوز وضع الأموال في بنك الربوي دون أخذ الفائدة الربوية؟ إذا احتجت إلى حفظه ما تجد مكانا تحفظه فيه إلا البنك، تضعه لأجل الحفظ فقط، لا لأجل الاستثمار، إنما لأجل الحفظ، وهذا مباح للضرورة، مباح الإيداع بدون فوائد، مباح للضرورة. نعم. هل المسافر إذا أتى إلى مكة أو المدينة يصلي السنن الرواتب أم يتركها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يذكر الصلاة يترك الرواتب إلا الفجر، لأنه لا يذكر الرواتب قبل الفجر، إذا كان يذكر الصلاة، أما إذا كان يتم الصلاة إنه يأتي بالرواتب. نعم. هل ثبت فصل في سورة الدخان والحشر؟ لا أعلم شيئا من ذلك. نعم. تقول السائل: ما حكم الزواج من نساء أهل البدع ومن يعتقدون بخلق القرآن؟ يا أخي، النساء كثير ولله الحمد، تزوج من غير هذه النساء، ابتعد عنها ويسر الله لك خيرا منهن. نعم. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أسباب العمل الصالح، وأيضا تأمل أسماء الله وصفاته وإحسانه إلى خلقه وإنعامه عليهم، يسبب أنك تحب الله عز وجل، إذا رأيت فضله عليك، إذا رأيت إنعامه عليك، فإن هذا يسبب لك أن تحب الله عز وجل. تأمل في أسمائه وصفاته، تأمل في القرآن الكريم، تدبر القرآن يسبب لك التقرب إلى الله، التقرب إلى الله بالطاعات. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربك أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه،
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. التقرب إلى الله بالعبادات يسبب أن الله يحبه. نعم. هل الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حضرنا صلاة الجمعة وصلينا؟ نعم، كنا يصلينا مع المسلمين صلاة الفرائض وصلاة الجمعة، ولكن يكون معتزلات عن الرجال في صفوف خلفية. نعم. هل للمرأة الحائض والنفساء الجلوس في الحرم وغيره من المساجد بالوضوء الأصغر؟ لا، الحائض والنفساء ما تدخل المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد. لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جلوس. نعم. تقول: إذا كنا في منطقة ليس فيها إمام سني إلا الخوارج والجهمية، هل نصلي خلفهم؟ كونوا لكم مسجدا أو مصلى صلوا فيه واعتزلوه. نعم. هذا السائل يقول: جاء في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، هل يجوز أن أقول أستغفر الله عند وارث رسول الله؟ ما ورد هذا. استغفر الله وأنت في أي مكان، استغفر الله وأنت في أي مكان، في بر أو بحر أو جو، استغفر الله. ولا لازم تروح عند العلماء أو تأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعل المبتدعة. استغفر الله في أي مكان، والله جل وعلا غفور رحيم. نعم. وإنما قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته ما كان الصحابة يأتون إلى قبره ويستغفرون عنده ويتوبون عند القبر، ما كانوا يعملون هذا. نعم. تقول: هل ورد هذا الدعاء عند شرب ماء زمزم؟ اللهم اجعله رجلا وشفاء وشفعا من كل داء، اللهم اغسله بقلبي واملأه من خشيتك. نعم، ورد هذا وان لم يكن درجه القويه، لكن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا دعا به فحسن. نعم. تقول: هل يمكن للجن ان يسرق المال من الانس؟ نعم، يمكن ان الجن والشياطين يسرقون المال ويذهبون به الى اصحابهم والى عملائهم من الانس، لذلك ياتون لمن يتعامل معهم باموال وياتون لهم باكل وشرب اذا خضع لهم والعياذ بالله. نعم. امراه ساحره وتقرا على الناس القران وتاخذ اموالا وتريد أن تنفق هذا المال في إصلاح مكيفات المسجد، هل يجوز ذلك؟ أعوذ بالله، هذا مال حرام، هذا مال حرام، ولا يجوز أن ينفق على المسجد أو ينتفع به، مال حرام باطل، لا يجوز هذا. عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، تخلص العمل لله وتكتسب اكتسابا مشروعا وتنفق منه. اما ان تكتسب من الحرام تقول ما تصدق، هذا لا يجوز. يقول الشاعر: كمطعمة الايتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدق. نعم. ما حكم التمسك باستار الكعبة اثناء الطواف؟ وما حكم تقديم أيدي آل البيت؟ لا أصل لهذا كله، لا أصل لتمسح بالكعبة أو بأستار الكعبة غير الركن اليماني
الحجر الأسود. وأما بقية الكعبة وأركان الكعبة فلا يتمتع بها لأنها لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبيل أيدي أهل الفضل وأهل العلم لا بأس بها. تقبيل أيدي أهل الفضل والعلماء والوالدين أو السلطان لا بأس بذلك. نعم. أعاني الوسوسة وأتوضأ مرة وثانية وثالثة. أعاني من الوسوسة وأتوضأ مرة ثم أكرر الوضوء وأكرر أكثر من مرتين أو ثلاثة اعتقادا أني نسيت شيء، وحتى في الصلاة أعيد القراءة مرة وأخرى بسبب هذه الوسوسة. هل صلاتي مقبولة وماذا أفعل؟ يا أخي إذا فتحت الوسواس على نفسك فلن ينتهي أبدا. عليك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وعليك بعدم الالتفات إلى الوسواس. إذا توضأت خلاص وتوضأ ولا تلتفت في الشكوك. إذا دخلت في الصلاة امضي في صلاتك ولا تلتفت إلى الوساوس، ويذهب عنك ذلك بإذن الله. نعم. تقول سماحة الشيخ: الذين يستغيثون بالقبور ويذبحون وينذرون لها وهم يجهلون احكام الشرع، هل يعذرون بجهلهم؟ يا اخي هؤلاء يسمعون القران، يسمعون القران واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، نهى الله عن الشرك. والشرك هو عباده غير الله من القبور او الاضرحه او غيرها. يقرأون قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقرأون قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقرأ هذه الآيات ويسمعها، فلماذا لا يسأل وش معنى الشرك حتى يتجنبه؟ أما أنه يقول أنا جاهل، هي متى تكون جاهل؟ والقرآن يتلى وتسمع القرآن وتقرأ القرآن وأنت مسلم، لماذا؟ نعم. كان بي نفس من الجن وعافاني الله عز وجل، ولكن الآن بدأت أعراض النفس تعود إلي، فأرشدوني ماذا أصنع؟ عليك بالدعاء وكثرة الورد في الصباح والمساء من القرآن ومن الأدعية الشرعية، وسيذهب عنك بإذن الله. تحصن بذكر الله، تحصن بذكر الله عز وجل صباحا ومساء ودائما. هل ذكر الله على لسانك دائما وأبدا. نعم. نقول: كم عدد تسليمات صلاة الجنازة؟ واحدة. الذي عليه العمل وعليه الجمهور أنه تسليمة واحدة. نعم. هل يمكن أن أضع حذائي أمامي فتسرح في الحرم؟ إذا كنت تصلي مع الناس مع خلف الإمام فلا تحتاج إلى سترة. سترة الإمام سترة لمن خلفه من جميع الصفوف. إذا صليت وحدك وفي زحمة والناس يمرون في زحمة وضيق لا تمنع الناس يصلي ولو مروا من أمام، للحرج في هذا. والأمر إلى ذلك اتسع ولله الحمد، وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. ما هي الكتب التي تنصحون بها طلاب العلم في تعلم أصول وقواعد المنهج السلفي؟ يا أخي ما هو الكلام على الكتب، الكلام على المدرسين الناصحين العلماء. فأنت تختار المدرس العالم الناصح وهو يختار لك الكتب المفيدة. أما لو وصفنا لك الكتب وأنت ما عندك مدرس هذا ما يفيدك شيئا. نعم. المعتمر هل عليه طواف وداع؟ لا يجب عليه طواف وداع على الحج. طواف الوداع واجب في الحج.
أما العمرة فلا يجب لها وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر المعتمرين بطواف الوداع، وإنما أمر به الحجاج خاصة. نعم. يقول: تعرض والدي لكسرة الحوض نتيجة حادث سيارة وكنت أنا السائق، هل علي إثم؟ هذا يرجع إلى السبب، إن كان مهمل، إن كان مهمل في القيادة مسرع، وإلا ما تحسن القيادة، وإلا أنت نايم، تقول وأنت نايم، فإذا كان الله أكبر الله أكبر